طبعا هناك نخبة كل المشروعات المبرمجين في هذه الأمسية احتفال الأدبية الوطنية بهذه المناسبة حتى تقديم هذه الموسوعة الشعر المغربي المتصل 1953 2023 من إعداد هذه المناسبتين الغاليتين الذكرى 60 لعيد الشباب المجيد والذكرى 70 لثورة الملك والشعب الخليفة. نورك فاق الأنوار قصيدة غنائية من إلقاء الشعر الغنائي الأستاذ الصديق بن برحيم، وبالمناسبة الشعر الغنائي وملحن والمنزل الأول. قبل ما تقول كلمة ديال السيدة ما قبل ما تسال. تقدم الأستاذ بتاع عندي. صادق. إذا قبل القصيدة الغنائية وتحت تصفيقكم بحرارة سيدة السادة، نلتقي الآن مع كلمة السادة الباحثة السادة فاطمة بوهلاكا معدة هذه الموسوعة الأدبية طبعا المحتفل بها في هذه الأمسية الأدبية، فلتتفضل السادة فاطمة بوهلاكا تحت تصفيقاتكم بحرارة سيدة السادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، أصحاب السعادة سفراء الدول العربية الشقيقة، السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وجيش التحرير، السيد رئيس الجامعة المغربية للشعر والفنون، زملائي أصحاب الحرف الراقي الشعراء الكرام، الحضور الأفاضل، إنه لمن دواعي سروري وابتهاجي أن أحج إليكم من مدينة فاس العاصمة إلى العاصمة الرباط للاحتفاء بهذا العمل التوثيقي للحركة الشعرية المغربية. جاء هذا الكتاب موسوعة في جزئين اثنين ليوثق الإنتاج الشعري المغربي منذ خمسينات القرن الماضي إلى يومنا هذا من 1959 إلى 2023 باختلاف أشكاله وأغراضه وأجياله، باعتباره ثروة وطنية وإنسانية لا تقدر بثمن. وقد اخترت لهذا التوثيق فترة زمنية أراها مهمة للغاية تمتد من ثورة الملك محمد الخامس وشعبه الوفي، مروراً بعصر الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه قائد المسيرة الخضراء المضفرة التي شارك بها 350 ألف مواطن ومواطنة، إلى عهد الملك محمد السادس نصر الله وأيده، وهي فترة ثرية ووفيرة وقيمة فنياً بما تمثله من قيم وطنية وبما تحتويه من صراء وكثافة شعريتين وبما تحمله من زخم فكري وثقافي ووفرة في عدد الشعراء وما ترسخه من دلالة رمزية عميقة في نفوس المغاربة رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً. لقد شملت الموسوعة بين طياتها أسماء شعرية لها تاريخ عريق وأخرى شابة طموحة تعمل بجد على حمل مشعل الحرف بشغف كبير سواء أكانت مشهورة أو مغمورة، وقد جسدت زخم عدد شعراء الوطن بشساعته الجغرافية من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه، أضف إلى ذلك من يقطن خارج المملكة في ربوع العالم المختلفة. ولا أخفي سرا أني وجدت صعوبات كبيرة في التوثيق للأسماء الشعرية الخاصة بالألفية الثالثة، فمع ظهور وسائل التواصل الافتراضي عرف المغرب على غرار بقية بلدان العالم العربي ارتفاعا مهولا ومخيفا في بروز أسماء مغمورة طفت فجأة على المشهد الشعري، الشيء الذي جعل عملية التوثيق لهذه الفترة تتسم بالصعوبة والحضر الشديد بسبب النسوء المفاجئ أو ما يمكن وصفه بالصاروخ للأسماء أو للإسم الشعري دون مقدمات تذكر ولا تاريخ شعري يشار إليه بالبنان. وقد انعكس هذا الأمر على بعض شعراء هذه المرحلة فأصبحوا مهووسين بالشهرة أكثر
من ترسيح تجربتهم الشعرية، وبادروا لطباعة الدواوين قبل نضوجها. إن دور التوثيق هو نقل الأحداث التاريخية كما هي دون التدخل في مجرياتها أو تغيير ملامحها أو تزيينها. ومن هنا نصل إلى حقيقة مفادها أن التوثيق الشعري غايته رصد التجارب الشعرية لا غربلتها من الشوائب العالقة، فهو مرآة تترصد الخط التاريخي للشعر وترصد الأسماء الشعرية دون تقييم جودة الشعر والحكم على صاحبه، كون هذا الأمر من صميم عمل النقاد ومقصلة التاريخ. ويمكن تقسيم هذا العمل من حيث أجيال الشعراء إلى ثلاثة هي: جيل ما قبل الرواد، جيل الرواد، وجيل ما بعد الرواد. في ظل الانتشار المهول والمخيف للمعلومة الإلكترونية التي تفتقد للمصداقية في بعض الأحيان، فإن الشاعر والمهتم بالشأن الشعري تغيب عنه الكثير من المعلومات الحقيقية، وهو ما يهدد المسار الشعري المغربي والعربي بشكل واضح. فتجد الشاعر الحالي لا يعرف من شعراء بلده إلا بضعة أسماء ممن يتواصل معهم إلكترونيا، مع غياب أغراض مهمة للشعر واكتفائه بحساسية شعرية موغلة في الذاتية والغموض. ولعل هذه الموسوعة تكون البادرة الأعمق في توثيق الشعر المغربي منذ الاستقلال إلى عهد الملك محمد السادس نصره الله، أحسبه هكذا وأترك الحكم عليها للنقاد. أرجو أن يكون هذا الجهد البحثي الجهيد لبنة من لبنات العمل التوثيقي الجاد والمحايد، حيث حرصت كل الحرص على أن يكون بعيداً عن التحيزات والانتماءات والمحسوبيات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإعلامية التي تهدف إلى تكريس أسماء شعرية دون أخرى. والتزمت الحياد التام في إدراج هذه الأجيال الشعرية والأسماء المتنوعة من شعراء وشاعرات مختلف الشهرة والأنماط الشعرية في وطني الحبيب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. أسأل الله أن يجعل هذا الوطن في عهده بلد سلم وسلام وخير ورخاء وازدهار في شتى مناحي الحياة، إنه سميع عليم. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل لكل الأيادي البيضاء المساهمة في تقديم الدعم المعرفي باقتراح أسماء شعرية أو التعريف بها من شعراء ونقاد وأكاديميين، والشكر موصول للجمعية المنظمة والجهات الداعمة وأصحاب السعادة سفراء الدول العربية الصديقة والشقيقة والشعراء المشاركين في هذا الحدث الثقافي المهم القادمين من مختلف مدن المملكة، متحملين عناء السفر وصعوبة الجو الحار. أضف إلى ذلك الحضور الكريم الذي لبى دعوة اللقاء مشكورا، فلكم مني جميعا أسمى معاني المحبة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت هناك نخبة من الشعراء المرموقين والعلماء سنكون وإياكم معهم في قراءة ومداخلة بهذه الموسوعة الأدبية. قبل ذلك قصيدة غنائية بعنوان نار فاق دور فاق الأنوار من إلقاء الشاعر الغنائي أستاذ الصديق بن مرعي، مشكورا تحت تصفيقاتكم بحرارة سيدة السلام.